وحدتنا مصدر قوتنا هو شعار اليوم الوطني المقتطف من كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. وهذا الشعار هو تاريخ قيادتنا وأجدادنا وجميع من ترعرع على هذا الوطن الذي يتميز بالجود والكرم والتسامح. إن اعتزازنا بقيمنا العربية والإسلامية هو الأساس، وتماسكنا بمبادئنا مع احترام ثقافات وحضارات الدول الأخرى هو سبيل للنجاح. حفظك الله قطر وقيادتنا والشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. أفتخر في كل مواطن ومقيم اللي يستثمر وقته لمساندة وتطوير بلادنا.